لو جرى دمعي بخدي من ينشف دمعتي روع ولا شوف لي ولي ينشف دمعتي لا بقى العباس ليه ولا شباب من اخوت روسهم فوق الأسنة والأجساد بكربة وانحنت فوق الشمة ودمعها بخدها ذروف عن جبين امسح الدم وشهقت وغابت الروح ماتت وراسه بحجرها والحرم ضجت ابنوح وكعبة الأحزان قامت والمدامع ساي وويلوح مددت طفلة أخوها وغمضت منها العين عن حجرها راس أخو راس أبوها شالت بلوعة وحني دار النسوة عليها وجدت ماتم حسين وهو تسكينه على جنازة أختها معوية.